بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن استخدام مصارف عراقية نظاما أمريكيا لتحويل الأموال إلى إيران، طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمحاسبة الفيدرالي الأمريكي بسبب فشله ضمن ملف مكافحة غسيل الأموال في العراق خلال مراقبته ومحاسبته للبنك المركزي العراقي طوال 20 عاما بعد ثبوت تدفق مليارات من الدولارات إلى إيران ووكلائها من الميليشيات في المنطقة. تقرير الول ستريت جورنال أكد أن نحو 80% من التحويلات البرقية بالدولار المتدفقة عبر المصارف العراقية لا يمكن تتبعها، مؤكدا ذهاب جزء من هذا المبلغ سرا إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يدعمها في المنطقة. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن تدفق الدولار الأمريكي من العراق إلى إيران يمثل واحدا من أكبر الإخفاقات في النظام التنظيمي المالي الأمريكي، موضحين أن البنك الفيدرالي في نيويورك تعامل مع التحويلات البرقية والمعاملات التي تصدر من المصارف الخاصة في العراق بدون تطبيق الضوابط الرقابية الأساسية والامتثال لقاعدة أعرف عميلك. مجلس الشيوخ بيّن أن الأكثر إثارة للقلق هي التحذيرات التي سبق وأطلقها المفتش العام لوزارة الدفاع بشأن الفساد والاحتيال في البنك المركزي العراقي، والتي يعود تاريخها إلى عام 2012. ورغم مرور ما يقرب من عقد من الزمن، إلا أنه لم تجرى مراجعة مالية إلا بعد ظهور عمليات مالية غير قانونية في العراق. ويشير اقتصاديون إلى أن عمليات تهريب الدولار من العراق إلى إيران عبر مصارف أهلية خاصة تابعة لأحزاب وميليشيات قد أضر باقتصاد البلاد وأدى إلى انهيار قيمة الدينار العراقي وارتفاع الأسعار في الأسواق وسط فشل حكومي في وقف هذا التهريب إلى الخارج ومخاوف من تعرض العراق إلى مزيد من العقوبات والقيود.